فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض أجهزة الجوالات التي تسمى بالأجهزة الذكية فيها برامج كثيرة وفيها الأنترنت، يقول هل تنصحون بأن نمكن منها زوجاتنا وأولادنا فنحن نريد الخير لهم وقد عمت بها البلوى؟ هذا ما هو بخير، هذا ما هو بخير. هذه الجوالات المذكورة إنما يكون فيها كثير من الشر، وإن وجد فيها خير فهو قليل مغمور، فلا تمكنهم منها، لا تمكن نسائك وأولادك منها. نعم.